أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل علي شيء إذا كسرت شريطا به أغاني بدون إذن صاحبه، كأن أجده في منزل أو سيارة أو غير ذلك؟ ما يحل المشكلة هذا، إذا كسرت راح وجاب أكثر منه، لكن عليك بمناصحته أولا وإقناعه، وأن يتلف الشريط أو يمسحه بمادة أخرى. أما كسره هذا قد يسبب شرا، وقد يحمله على المكابرة. نعم، وأنتم سمعتم كلام الناظم، يقول بالأسهل بالأسهل ثم بعد ذلك بما فوق الأسهل وهكذا. نعم.